قصة نجمنا بقى الكبير محمد صلاح، اعتقد انه الفصل الاخير في القصة دي كان امبارح بالليل، صح؟ امبارح انا بالليل بصي، انا نمت امبارح لما محمد هنيدي الفنان الكبير عملوا محمد هنيدي قال التريك. له ما ترد بقى يا صلاح، دي اخر حاجة يعني. وبعدين الصبح بقى عرفت التطورات، احكي لنا بقى قصة رسمة محمد صلاح. مبدئيا طبعا كلنا يعني بنحب جدا محمد صلاح اكيد ومفرحنا كلنا. بدأ يطلب مني بطريقة يعني مش طبيعية، ارسمي محمد صلاح ارسمي محمد صلاح يعني. وانا قلت فعلا ليه لا، يعني انا بحبه وهو فعلا مفرحنا كلنا، فليه ما ارسموش. فاخترت له الصورة دي، انا حبيتها قوي ان هو شكله يعني باين فيها فرحته بعد تعب، يعني تحس ان هو فرحان بعد تعب، مش صورة عادية. وكنت برسمها ودي اللي كنت متخيلة انه ممكن توصل لمحمد صلاح، وقلت لو وصلت له تمام يعني.